مبرة الشاكري التكافل الاجتماعي فرع البياع، زيارة تفقدية إلى أحد العوائل، زرنا عائلة السيد. تفضل أبو حاجة. أمير. أبو أمير. والله خيك ما أبو شكريش بس يعني مختصر. أبو أمير أهل الخير يسمعون نداءك، شنو وضعك؟ شنو معاناتك؟ شنو احتياجك؟ والله اللي واقف ببالكم إنسان ميت. يعني مختصر مفيد موجود. الدكتور قال لي بعد لا تراجع شغلتك يم الله. شنو هي معاناتك حجي؟ والله معاناتي أنا وأم أمير اثنين نحن محتاجين يسوون لنا عملية. أي. وأني العملية مالتي خطرة برقبتي وبظهري. تمام. يعني أربع فقرات برقبتي ضيق بالقناة الشوكية، ضغط على جذور الأعصاب العليا والسفلى. زائداً ثلاث فقرات قطنية بظهري، زائداً وظروف ممزق برقبتي. يعني حتى شغل ما اقدر اشتغل، وهبوط بالسكر هبوط نادر حتى واني نايم 24 ساعة. يعني اخذ حلا منه ورا نص ساعة هم يصير عندي هبوط. ام امير عمها تنبيها سكر وتضرب انسولين، وهم يراد لها عملية ظهرها، هم عندها فقر متهشم، وعمها صار بها مرض الحزام الناري. عدد اولادك حجي؟ ايش قد عندك؟ ثلاثة عندي. بنات ولد؟ اثنين بنات وواحد ولد. ايش قد عمر الولد حجي؟ تقريبا لو 14 لو 15 هيك. تمام. ويعني حتى بسبب وضعنا الصحي اثرنا حتى على مستقبل اولادنا. تمام. مستمرين بالدراسة لو لا؟ والله بس الولد بطلت. ليش بطلت حجي؟ هو صار ابو البيت. شنو عمله حجي؟ شنو يشتغل هذا الطفل؟ والله خيتي تفرينت يعني حتى شغل ما يعني الله المعين. زين اهل الخير يسمعون نداءك، شنو احتياجك؟ شنو محتاج انت للبيت؟ شنو هذا المكان اللي تسكنه يعني؟ والله يا اخي اضطريت يعني مشتكي لله، بس ما اعرف شو حتى غرقان بالدين. والله استحي من الواجب، بس ابو الصيدلية يطلبني فوق الميتين، بس ابو ماكو اسواق ما يطلبني، ويوم يداقي ما بي واني استحي. يعني هاي المشكلة. الله كريم الله كريم، ان شاء الله نوصل صوتك لأهل الخير ويسمعون نداءك، وراح نعطيك بطاقة هاي مقدمة لك من الحاج عبد الصاحب الشاكري. الله تتفضل بيها حتى الله. تستلم تحتاجه من اتصل عليك، وممنونين منك حجي. احنا يستر عليكم دنيا واخره.